لسه بنتكلم مع حضراتكم عن الجلسات الخاصة بمنتدى شباب العالم في مؤتمر المناخ كوب 27، لأن امبارح كان في عدد من الجلسات المهمة، منها جلسة كانت بتتكلم عن أساليب التوعية الخاصة بالأطفال بقضايا المناخ، وركزت هذه الجلسة على دور الإعلام في توعية الأطفال، وكمان جلسة أخرى اتكلمت عن تأثير التغيرات المناخية على الأوضاع الاقتصادية والسياسية ومدى الترابط ما بين الوضعين وبعضهما البعض. تعالوا نتابع هذا التقرير. النهاردة وإحنا بنتكلم على الصحة العامة بتاعة الشباب والتغيرات المناخية، اتكلمنا على الحاجات اللي ظهرت، زي مثلا إنه الأنيميا زادت، إنه في تحديات بالنسبة للفئات المستهدفة اللي إحنا بنتعامل معاها، في إنه الموارد مش موجودة، في تغيرات طبيعية كتيرة بتحصل، في تغير في المناخ حاصل على المستوى مش بس في مصر لكن طبعا على مستوى العالم، وبالتالي ده بيأثر على التغذية، بيأثر على جودة الحياة بالنسبة لهم، بيأثر على الموارد الطبيعية اللي يقدروا ياخدوا منها حياة مستقرة ونمو طبيعي، وبالتالي ايه الحاجات اللي نقدر نغيرها ونعلمها لهم بحيث ان هم في حياتهم الطبيعيه يقدروا بعد كده يعيشوا بطريقه تنمي حياتهم وتحسن مستواهم الصحي، قصدي بحيث انه تغيرهم ونموهم يبقى بطريقه ايجابيه مش متاثره قوي بالتغيرات المناخيه اللي حاصله. بنتكلم عن السياسات ودور البرلمانيين في قضايا الغذاء وعلاقه ده بالتغير المناخي، والحقيقه انا تقدمت بمشروعين قانون، مشروع قانون السنه اللي فاتت عن مكافحه هدر الطعام، ولا يخفى على احد انه النهارده العالم بيعاني من أزمة غذاء حادة، وأنه كمان الكميات المهدرة من الطعام كميات بملايين الأطنان، يمكن في حال وجود تشريع وسياسة جادة في إنقاذ هذا الطعام المهدر أننا نقلل من المخاطر الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت نوفر طعام لملايين من المواطنين العالم الأقل حظا. احنا اتكلمنا على الأبعاد المختلفة للتأثيرات اللي بتفاقم من أزمة المناخ الحقيقة، وخدنا فيها الجوانب الأمنية والجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية بشكل أساسي، وتم استعراض يعني كل جانب من هذه الجوانب بالتفصيل. حقيقة أنا تناولت الجانب الأمني، وكنت شايف أنه هو واخد صيغة القضية دي، واخد صيغة الأمننة، شأنها شأن كل القضايا اللي بيحتل فيها المحور الأمني الحقيقة مساحة مهمة جدا، وشايف أنه الصراعات والحروب اللي موجودة في العالم واللي للأسف بتتنامى على المسرح العالمي هي بدأت تحتل مساحة يعني تشكل أبعاد جديدة في قضية المناخ، لأنها أثرت على سبيل المثال لو بناخد الحرب الروسية الأوكرانية، مش بس رفعت مستوى البصمة الكربونية، لكن من جانب آخر أيضا إحنا عندنا مشاكل متعلقة بأنها أثرت تداعيات على الجانب العلمي اللي كان بتتشارك روسيا مع بعض الدول الأوروبية فيما يتعلق بالقطب الشمالي، أثرت أيضا على التنوع البيولوجي اللي موجود في هذه البيئة وما إلى ذلك. لكن ايضا بدا يبقى في اتجاه لمساله يعني دور الجيوش في الحروب، ازاي الاله العسكريه بدات ايضا تساهم في زياده او رفع مؤشرات هذه الانبعاثات، وفي حقيقه الامر واضح انه ما فيش اتجاه حاسم لهذه المساله. اغلب الدراسات بتجمع ان في اثر سلبي للتغير المناخي على سواء النمو الاقتصادي او على القطاع المالي والقطاع المصرفي او قطاع الاسواق الماليه. لو هنتكلم على الجانب الاقتصادي هنتكلم ان بعض الدراسات قالت ان لو احنا استمرينا في ارتفاع درجات الحراره بالشكل المزمن اللي هي بترتفع بيه هنخسر حوالي 7% من الدخل الحقيقي للفرد بحلول عام 2100. طبعا 7% دي ممكن الناس تفتكرها رقم مش كبير، الا ان معنى كده الاف من فرص العمل هتتم فقدانها، الاف من الناس هتبقى تحت خط الفقر، بالعكس مئات الملايين من البشر هيبقوا تحت خط الفقر. طبعا دي اثار بتختلف من دوله لدوله، لما مثلا نتكلم على بعض الدول الناميه هنلاقي ان هم بيتاثروا بنسبه 10% من الدخل المتاح ليهم، وطبعا ده بس مع الاخذ في الاعتبار ان الدول دي حاليا بالفعل بتعاني من انخفاض مستوى الدخل. اتكلمت على الابعاد السياسيه خاصه الجزء المتعلق بالعلاقات الدوليه والجدالات الكتيره المطروحه في التفاعلات الدوليه نتيجه تغير المناخ. فبنشوف جدل ما بين العالميه والخصوصيه، هل ممكن يحصل تدخل لاعتبارات بيئيه في شؤون الدول؟
اوكي، ولا الدول ممكن تتحجج بيه فكره السياده واي تغيرات او اي تلويث للبيئه، لا ده شان داخلي ما حدش ليه دعوه بيه. فدي قضيه مطروحه دلوقتي اللي هو جدل السياده والعالميه في القضيه دي. اتكلمت برضو على ان التغيرات المناخيه ممكن تاثر على استقرار الدول، لما بيحصل تغيرات مناخيه ازاي ده ممكن يكون هدف للجماعات المتطرفه انها تحد من الكريديبيليتي او المصداقيه بتاعه الحكومات. الصراعات اللي ممكن تحصل ما بين الدول نتيجه التغيرات المناخيه، اتكلمت على الجدل ما بين الدول المتقدمة اللي بتؤدي إلى انبعاثات كربونية كبيرة والدول النامية اللي هي المطلوب منها إنها تتحمل الأعباء دي كلها في ضوء كمان حدود التمويل المتاح. فده برضو جدل ما بين الدول المتقدمة والدول النامية.